علينا الشاب الزبير المرشد. أهذا الذي يذكر آلهتكم
الشركات
من معهد اي ار او من باريس كذلك. اول من ادخل الاقتصاد الاسلامي في مقرر الاجازه يعني اجازه الاقتصاد في الجامعه المغربيه، خبير لدى البنك الاسلامي للتنميه وخبير في الماليه الاسلاميه. الف كتابا في الماليه الاسلاميه بطلب من ايسيتشكو، ولكن هذا كتابي هم موضوع عنه، ولكن الف غير ذلك حسب علمي. درس الماليه الاسلاميه في العديد من المعاهد العليا داخل المغرب وخارجه، وهو رئيس سابق للجمعيه المغربيه للاقتصاد الاسلامي. دون إطالة سوف أعطي الكلمة أولا للأستاذ عمر البتاني بعد الاعتذار عن الخلل الذي طرأ في التنظيم، وتنويه بسماحته